السلام عليكم بنات، كنتمنى تكونوا بالف خير. مرحبا بكم في قناه عالمك سيداتي. اليوم غادي نعملوا حلوه لي غاليط، وقلت علاش ما نشاركوش معكم هذه الوصفه. هذه غادي نحتاجوا 600 غرام ديال الطحين، اي ما يعادل 6 ديال الكيسان ديال العنبه، وجوج بيضات وبيض بيضه، وغنحتاجوا كاس ديال السكر، وغنحتاجوا كاس وربع ديال الزيت، وغنحتاجو قشره البرتقال اي يعني الليتشين كنقولو هنا في طنجه، وغنحتاجو صفار بيضه، وغادي نخلطوها مع قهوه سريعه الذوبان. وكذلك جوج معالق كبار ديال العسل، وجوج خميرات ديال 80 غرام. انا كنستعمل ايديان، نتوما تقدروا تستعملوا النوع اللي بغيتوا. ونخليكم مع طريقه التحضير. وهذا هو الشكل النهائي ديال العجين. بعد كنعملوه في غلاف بلاستيكي سلوفان او لاي غلاف بلاستيكي عندكم في الدار، وكندلكوه بهذه الطريقه هذه. من بعد كنقطعوا العجينه كيف ما كتشوفوا بواسطه الكاس، والكاس ما يكونش صغير، كاس يكون المساحه ديالو شويه كبيره بهذا الشكل هذا. وهذا هو الشكل النهائي البنات ديال الغاليط. صراحه مذاق ديالو رائع وسهل، يعني مكونات سهله اقتصادي، وكنتمنى منكم تجربوه، ما غاديش ندمو عليه. وكنتمنى منكم تشجيع الاشتراك في القناه، وكنوعدكم بفيديوهات جديده مفيده ان شاء الله. وشكرا لكم.